كان من الأجدر على الحكم. أوه! والهدف الأول لنصر حسين داي، وليد علاتي أو ديب. نصر حسين داي إذن يفتتح مجال التهديف في الدقيقة 15، مباغت هذا الهدف. إذن لاحظوا الإعادة، شمس الدين الحراق، التوزيعة كانت لوليد علاتي، وبالرأسية ممتازة من وليد علاتي الذي يضيف الهدف الثالث له في البطولة. لاحظوا حراق، تمريرة مليمترية، تمريرة دقيقة، وحراق أو العلاتي، وليد المدافع الأيمن صاحب النزعة الهجومية، لاحظوا جيدا من أمام الحارس، من أمام الحارس بولطيف، خروج خاطئ. أعتقد أن الخروج كان خاطئ والتوقيت كان خاطئ، كلف فريقه وفاق سطيف هدفا مباغتا. وهذا هجوم آخر ليوفاق سطيف، بكير ممتازة من بوسوف. لاحظوا الإعادة، تسديدة قوية جدا، وبوسوف كان متمركزا، بوسوف ينقذ مرماه من هدف التعادل. رايح أو يوسفي، كرة أخرى للنصرية، محاولة تسديدة، كاد النصرية حسين داي أن يضيف الهدف الثاني، ولولا بولطيف النصرية تعود مجددا وتهدد. وتسديدة كانت دائما من العلاتي وليد، رائع هذا اللاعب، متألق هذا اللاعب. لاحظوا أمام رعونة دفاعية من الوفاق، العلاتي يدور بالكرة ويسدد، وبولطيف هذه المرة كان متألقا في إنقاذ مرماه من هدف ثاني. والركنية منفذة من شمس الدين الحراق مرة أخرى، مرة أخرى النصرية تهدد، مرة أخرى النصرية كادت أن تضيف الثاني في الشوط الأول. كرة أخرى للفرحاني على الجهة اليسرى، محاولة التوزيع، كرة أخرى، الدفاع، الدفاع مرة أخرى، واستماتة دفاعية من نصر حسين داي. كاد النصرية وكاد الوفاق وكاد بكير أن يعدل النتيجة في هذه الكرة، استماتة دفاعية كبيرة، وتنطلق في هجمات مرتدة ليعيش، محاولة التوزيع، الحكم يقول هناك خطأ، والركنية منفذة من جحنيت، منفذة، وبوسوف يتدخل، خروج خاطئ، فرحاني محاولة التسديد، لاكروم، لاكروم سيد علي، محاولة التسديد، يبقى الخطر، والاستماتة متواصلة، الاستماتة الدفاعية متواصلة لنصر حسين داي، والهجوم المرتد يعيش. سنشاهد إن كانت لمسة الكرة يد حسين العرفي، كشا في منطقة الجزاء، جابو ماذا يفعل؟ والتسديدة، بكير يهدد مرمى بوسوف مرة أخرى بسلاح التسديد. بكير تسديدة كانت جانبية على مرمى بوسوف. لاحظوا الإعادة، التمريرة من جابو، وبكير تمريرته أو تسديدته مرة جانبية كادت أن تمنح الوفاق هدف التعادل. نهاية المباراة، فوز نصر حسين داي. محمد غير الحاج.